اهلا وسهلا ومرحبا بكم احلى متتبعات قناه يسامود. مرحبا بكم في قناتكم اللي دائما كتجيب لكم الجديد، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. لاول مره كتشوف قناه يسامود، يشارك في القناه، يفعل الجرس باش يوصلوا جديد، بارطاج لي لايك البنات والكومونتير ديالكم كتهمني، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. كيف ما عودتكم دائما البنات وكل جمعه كنجيب لكم الجديد، وكنبداو دائما ب 50 درهم شي حاجه ديال الخيط سبيسيال. وتحيه لخويا محمد، تحية لخويا حمزة، وديديكاس لختي نعيمة مكناس، مرحبا وألف مرحبا لك عزيزة وغالية. وما ننساش سناء وأمل بانوراما. البنات اللي بغات تصاوب الشعر، تقطع لك بشي حاجة واعرة، دفار شي حاجة أنيقة جدا، أمل وسناء بانوراما. ألوغ البنات بقاو معايا لآخر الفيديو، كيف ما عودتكم دائما كاينين عدة مفاجآت، ابتداء من 50 درهم وأنت طالعة، ثمان بياسة تدي جوج وثلاثة على بركة الله. على بركة الله البنات، كيف ما عودتكم دائما معنا مريم الكوتش رجاء، ومعنا هند، ودائما غنبداو من 50 درهم. وهاد التواب كاملين او هاد لي روب اللي كتشوفو كاملين البنات خيط سبيسيال، شي حاجة رائعة، والثمن دائما 50 درهم. وغنبداو مع مريم لابسة هادي، انا بعد البارحة البنات مشيت بها للبحر قسما بالله، وغزالة وانيقة جدا، الثمن ديالها 50 درهم. لا طاي ستوندار، ولكن غنلبسها حتى دوبل اكس ال، والالوان ديالها الوغ الالوان ديالها هادي فيها السيال اللي لابسه مريم، هادي بالسيال والغوز، هادي بالبلو بالو البيض، كاينه بالغوج وكاينه بالغوز الوغ بالبلو مارين. والثمن دائما 50 درهم البنات، ولا كاليتي خيط سبيسيال كيف ما كتشوفوا، فوالا شي حاجه خيط. ومن مريم غنمشيو مع الكوتش رجاء، لابسه لنا هاد الميدي بيكس باني كما كتشوفوا، بالنسبه للطاي ستوندار، وبالنسبه للالوان فيها الكري، فيها اللوجون، فيها الغوز، وفيها الصفر بناني. ومن مريم او باردون من رجاء غنمشيو مع الغزاله هنوده، لابسه نتي هذيك السيوه. بصح دابا انا هذه بصح البارح مشيت بها للبحر، مشيت بها للبحر مع المايو لداخل، تمشيت حيت الكسوه بقيت المايو الكاش. الوغ كاين البنات هادي حتى هي غريب، دي كولور خطيرين جدا، لا طاي ستوندار، وبالنسبه للالوان ديالها فيها الوان جد رائعه البنات، فيها هاد اللون هذا، فيها هاد اللون، وطبعا اللون اللي لابسه هند. ودائما البنات في 50 درهم، ودائما في 50 درهم. وكاينه هاد الميدي حتى هي غي، مي هاد المره بلي فلوغ، ودائما البنات في الخيط كتجيب الفريفرات من تحت، دائما طاي ستوندار. وبالنسبه للالوان كاين هاد لاكولور اللي لابسه مريم، كاين هاد اللون هذا، وكاين هاد اللون. بالنسبه للطاي ستوندار كتلبس من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. ومن مريم غنمشيو مع رجاء، لابسه هاد لاغوب غي وهاد البيجامه غي كما كتشوفوا، وكلهم تقريبا بالفريفرات من التحت. بالنسبه للالوان فيها جوج الالوان، فيها نوار بالبيض، وفيها حتى البيج بالبيض، ودائما البنات في الخيط. ومن الكوتش رجاء غنمشيو لهنوده، لابسه ليا هاد كسيوه بسنيستات اللي عقلتوها كانت في بودي كولون، وهي طالعه في طوندونس هاد العام هذا كما كتشوفوا، شي حاجه غزال وانيقه البنات، الثمن 50 درهم. الوغ فيها النوار، فيها البلو مارين، فيها البوردو، لا طاي ستوندار، كتلبس من الميديوم حتى للدوبل اكس كال البنات. وبالنسبه لي كوموند الناس اللي كيجيوني نورمالمون اليوم الجمعه، كنلوحو الجمعه السبت، الوغ السبت الحد الاثنين الثلاث ما كتبقاش السلعه البنات، ما تجيونيش حتى الخميس تقولوا لي السلعه ما بقاتش، غير شي حاجه امبوسيبل. وكنقول لكم اللي بغى يتفرج فينا مرحبا والف مرحبا، بلا تقول الكومونتير ديالكم، انا حتى واحد ما كنقولوا تدخل تفرج فينا بالسيف، واللي ما بغاش يعني اللي غادي يدير لنا كومونتير خايبه من الاحسن انه يدي فينا وفي راسو اجر، وبلا ما يدخل يتفرج. وبالنسبه لهاد البنات اللي كتشوفوا كيجيو كيخدموا بعق تافهم وشكرا. ومن الكسيوات او ميديات بسميطه بين هاد لي ميدي اللي كتشوفوها البنات، ودائما 50 درهم. ومع هاد الميدي لابسه مريم كما كتشوفوا هنايا، بلا دونتيل وبالوريدات، لي طاي جو كوا ستوندار. والالوان كاينه هاد لا كولور بالاحمر والغوص، كاينه بالزرق،
وكاينه بالمارون والاحمر اللي بغا نو فيهم لي طاي باردون غتكون فيهم من السمول حتى الاكس ال البنات الوغ من السمول حتى الاكس ال واللي بغات شي حاجه تسكريني وتصل الارقام اللي كتشوف على الشاشه ومن مريم غنمشي مع الكوتش رجاء لابسه لنا هاد هاد ميديا مينيوم صراحه شي حاجه خطيره جدا كما كتشوفوا كتجي غزاله البنات وبالنسبه لا ماتير راه قطن واللي ما اللي كيعرف الثوب غنقول لكم اسطنبول الوغ فيها 3 كولور فيها البلو روا فيها لو روج وفيها البلو سيان لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال والثمن دائما 50 درهم ومن الكوتش رجاء مع هند لابسه حتى هي الميديا دي فيها هاد لي فلوغ الوسط في هاد لو كور خطيره جدا البنات ميموري شي حاجه غزاله كاين الاحمر وكاين الغوز بونبون لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال والثمن 50 درهم ودائما البنات الجديد ديال العيد ومع مريم لابسه لنا هاد البول روب انا بعدا ما غنقولش لكم بيجاما مي انا بيرسونيلمون كنعتبرها بول روب وتعجبني انني نلبسها مع دي جينز ودي باسكيت شي حاجه غزاله البنات سبور وفيها بالنسبه لها طاي طاي ستوندار هي كتلبس ال اكس ال دوبل حتى 3 اكس ال وبالنسبه للالوان فيها الغوز لابسه مريم فيها لو جون ديالها خطير وما تكاوش عليه بوحدو فيها البلو كانار وفيها الاحمر الوغ البنات ربعات الالوان والثمن 50 درهم ما ثمن ثوب ما ثمن خيطه ولا ماتيغ قطن ومن مريم غنمشيو معها النوده لابسه لنا البيجاما هادي اللي بالكبيلات او لي بونبون من جناب ميكي ماوس كتجي تحت الركبه وبالنسبه للالوان ديالها فيها الغوز مرتديلا فيها الكري فيها الكوراي فيها الصفر بناني هذا هو لاكولور اللي لابسه هند والكري ديجا دوزناه الوغ فيها 3 أو 4 ديال الالوان والثمن 50 درهم ومن هالنودا غنمشيو مع الكوتش رجاء لابسه لنا موشينو شي حاجه غزاله ستوندار بنات هادو بالنسبه لي كنقول لكم انا كنقول لهم دي بول روب ماشي بيجامات الوغ فيها الكري فيها البيض فيها لورانج النوار والموطار الوغ الموطار اصفر بصراحه الوان جد راقيه وغزاله وزوينه بزاف والثمن دائما 50 درهم البنات تبرعوا ولبسوا ومن الاحسن ان الناس ديال كازا يجيو عندي نهار السبت ان شاء الله الصباح كتكون السلعه موجوده حتى لحد والناس ديال خارج كازا ان شاء الله راه الدراري كتواصلوا معاهم وغيجمعوا لهم السلعه ديالهم ويصيفطوا لهم حتى لعندهم بالنسبه لليفريزون داخل كازا 20 وخارج كازا ابتداء من 50 درهم لعشاق الطومي جيري لابسه لنا مريم انا ما غاديش نقول لكم البنات بيجاما مي غنقول لكم سون دي بول روب انا غادا نقول لهم بحال هكا لانني انا كنلبسهم كنعاود نقول لكم كنلبسهم مع دي جينز الوغ لابسه هذا الموديل هذا وتحيه لمحمد وما نساوش خويا حمزه حتى هو من هنا حتى زنقه واحد الوغ فيها هذا الصفر هذا فيها البلو كانار فيها الغوز فيها المارون وفيها الروج الوغ فيها 5 الالوان بالنسبه لها تاي ستوندار من ال حتى 3 اكس ال شي حاجه غزاله البنات ومن مريم غنمشيو لهنوده لابسه حتى هي هاد البيجامه هادي او الميديا او بيلغوب كما بغيتو تسميوها سميوها شي حاجه غزاله وكتجي عريضه ومبرده لا ماتيغ ديال هاد القطن وبالنسبه للالوان كاين هاد لاكولور اللي لابسه هند كاين الروج كاين الصفر وكاين الغوز الوغ فيها 4 ديال الالوان اللي بغات شي حاجه تسكريني وتصل الارقام اللي كتشوف ومن هالنوده غنمشيو لكوتش رجاء هادو كلهم عيالات غادي نقول لك اجي عندي اجي عندي ها مريم ها رجاء ها هند الوغ اما لي تخوا لابس لكم هادو هاد المغرب لابسين شي حاجه انيقه الوغ البنات كاين هالمدير اللي لابسه رجاء حتى هي بالنسبه للالوان ديالها كاين الغوز لابسه رجاء كاين المارون كاين الروج البلو كانار و الصفر ثمن 50 درهم و تيسون دي كرون تاي شي حاجه خطيره البنات سبور وكلشي راه طومي تجيري محمد ولد حمو ومن الميدي غنمشيو البيجاما اللي كاينه لي بسروال و لي بونطالون كور الوغ غنمشيو مع الميدي اللي لابسه لنا مريم كما كتشوفوا شي حاجه زوينه وانيقه بالنسبه لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال وبالنسبه للالوان
اللي لابسه لنا مريم الغوز، هذا بالبيض والكحل، هذا بالقصبي او الفيغو والنوار حتى هو، وعندنا الصفار والكحل. اللي بغات شي حاجه تسكريني وتصل في الارقام اللي كتشوف. ومن مريم غنمشيو مع هنوده لابسه لنا هذه الشينويه هذه بالبونطالون كور بالباندا من التحت. بالنسبه للطاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. وبالنسبه للالوان فيها هذا الغوز بونبون اللي كتشوفوا، فيها هذا الفير، هذا الصفار مخضر اللي داز، وفيها السيال. الو ربعه ديال الالوان ثمن 50 درهم. ومن هند الكوتش راجع لابسه لنا البيجامه انيقه ديال فيها العقيقات هنايا، فيها هاد الكبيلات، شي حاجه غزاله البنات كما كتشوفوا. لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. والالوان كاينه بلو ما غير رجاء، كاينه هاد لورونج، وكاينه السيال. ثمن دائما 50 درهم. ودائما البنات في 50 وباقيين في البيجامه اللي بالبودي والسروال. الوغ كما كتشوفوا البيجامه هذه اللي لابسه مريم فيها دو بوتون، فيها العقيقات، لولوش، حاجه غزاله بالكبيلات ولا بلي بونبون. لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. والالوان في هذه الفيغ لابسه مريم فيها البلو مارين، فيها لورانج. الوغ فيها ثلاثه ديال الالوان ثمن 50 درهم. ومن مريم غنمشيو مع هنوده لابسه لنا الكريف الكري، شي حاجه انيقه. شو متبرعوا لكم بالعقيق اليوم بلي بونبون في لي مونش البنات، شي حاجه غزاله. والسروال كيجي دغوا. لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. والالوان ديالو فيها الكري، فيها لورانج، وفيها الغوز بيبي. ثلاثه ديال الالوان ثمن دائما 50 درهم. مشيو مع رجاء لابسه لنا البيجامه بالبابيون نبته بالجوهر. السروال كيجي مزرول هكا كما كتشوفوا. لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. والالوان فيها الكري، فيها شنو هذا، هذا واحد الزرق هذا، ها انتم كي داير، وفيها لورانج اللي لابسه رجاء والثمن 50 درهم. البنات هذه هي المفاجاه ديال هذا الفيديو. هذا جبت لكم هاد لي ميدي اللي كتشوفوا، او كما كنسميهم انا هاد لي بول روب. وهاد المره الثمن ديالهم مختلف البنات، ماشي 50 ماشي 40 انما 30 درهم البنات. راه الكونتيتي محدوده كما كتشوفوا، شي حاجه خطيره. هادو راه فهمش تعين ما يبقاوش. الوغ سارعوا اللي داخل كازا، تجي لهم السبت الصباح ان شاء الله. بالنسبه للالوان ديالهم البنات هما ماشي مثلا ديزاين واحد والوان مختلفه، لا هما كل واحد وش كادير. ان دو سون دي سولد، كاين هاد اللون هذا اللي لابسه، كاين هاد الشكل هذا دي زواق اخرى، كاين هاد الموطاغ حتى هو بزواق اخرى. فوالا ثمن 30 درهم. كاينه هادي لابسه هند حتى هي، ولكن راه ما كاينش يعني نفس الديزاين والالوان ديالو، راه كاينين زواقات مختلفين. نفس البيلغوب ولكن زواقات مختلفين. اعطيني زواقات اللي عندك حبيبتي. كاين هاد الموف هذا بالميكي ماوس، كاين هاد الفراشه هادي، هما كلهم سون دي بيلغوب. فوالا الفراشه راه فيها هاد لاكولور لاخر ديالها. وكاينه هاد لافريكان، وكنت كنقولها عزيه وباقا نقولها عزيه، كيقول لا ما تبقايش تقولي عزيه. انا عزيه دراويه كتجي حلوه على قلبي. الوغ ماشي الغاسيزم ولا شي حاجه بحال هكا، عزيه دراويه بيضاء. عندي صحاباتي وميم راجلي راه ما بيضش، ولادي حتى ما فهاد لاكولير هادي. يعني ما تبقاوش تكريتيكي ولا اي حاجه، انا كندير فيديو باش تشوفوا البيجامه، ما تكريتيكيوش على هادي رجلي عوجين، هادي دايره، هادي عزيه، هادي بيضاء، هادي لا. حاولوا الله يخليكم انكم يعني اش غنقول لكم، يعني تبقاو تشوفوا غير في بيجامه، نساو اي حاجه اخرى. وكاينه حتى هذه التاية اللي لابسه لينا رجاء، غنشوفوا الاشكال اللي عند رجاء حتى هي. الوغ كاينه هاد القطيطه هادي، شنو بطيطه، كاينه هاد البطيطه هادي، كاين هاد الميكي ماوس هادي اللي لابسه رجاء، وهاد الموف حتى هو. الوغ البنات هذا هو مفاجأة، أو هي المفاجأة ديال الفيديو اللي درنا ليها 30 درهم البنات. سارعوا كمية محدودة، ما تبقاوش 3 سمانة جاية تقولوا لي فينا هما. وكنصحكم
يعني بقاو ديما الا بغيتو تكوموندو شي حاجه تبقاو ديما تشوفوا الاخر فيديو درناه ماشي تيطو لي فيديو ديال 3 او 4 او 4 شهور او 5 شهور تقولي لي بياسه راه ما يمكنش راه حنا الفيديو اللي كنديروا الحمد لله السلعه ديالته ما كتبقاش ومن 50 او من 30 البنات غنمشيو ل 70 ومع اول موديلات ديال 70 كاينه هاد البيجامه هادي اللي لابسه مريم بلي بونبون في الجناب بالنسبه للطاي ستوندار وبالنسبه للالوان في هاد الروج بريك اللي لابسه هي فيها الصفر بناني فيها الغوز فيها البلو مارين وفيها الكري 78 درهم البنات في الطاي ستوندار غنمشيو مع رجاء لابسه لنا هاد الميدي هادي اللي انيقه لا ماتيغ ديالها خيط او اسطنبول اللي كيعرف اسطنبول البنات فيها صديفه فهمتي كيف ما كتشوفوا 3 بوتون فيها البابيون فيها لا دونتيل هنايا بالنسبه لي طاي ديالها من الميديوم حتى الدوبل اكس ال وبالنسبه للالوان كاين هاد الروز موتاديلا كاين الكري كاين السيال اللي لابسه رجاء من رجاء غنمشيو مع هند لابسه صاحبتي هاد لافريكان عويزيه دريويه سميمره العسيله كما كتشوفوا البنات هاد التوب كيجي محفر محفر بالبريون عويزيه مبوكسا دايره ليا الطوينكات الحلاقات مصاوبه العوينات الحجبان بحال الحجبانين اللي كيعيرهم ليا بلي بونبون الوغ بالنسبه للالوان كاين الباج اللي لابسه حبيبتي هند كاين الكوراي كاين الكري الغوز مرتديلا الفيغ او البوردو 78 درهم وفيه فوالا هذا ديجا مدوبل غوز مرتديلا هذا 78 درهم والطاي ستوندار بالنسبه للبنات اللي كيبغيو لي مونش جبنا لهم هاد الميكي ماوس هادي بيجاما اسبروم الفوق والتحت كيتي بالنسبه للطاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال وبالنسبه للالوان حنا غنشوفوا الالوان ديالها دائما كتبقى اسبرو بالبيدو الكحل غير هي كيتبدل لو كول وهاد البابيون ديال ميكي ميني ماوس الوغ كاين الروج لابسه مريم كاين الغوز وكاين هاد السيال او هاد الخضر هذا اللي كتشوفوا السيال هذا فيها ثلاثه ديال الالوان 78 درهم من مريم غنمشيو لهند لابسه لنا هاد البيجامه بيجيمه كما كتشوفوا هاد الميدي هادي فيها لي فلور وكتجي لارج من التحت شي حاجه غزاله وبارده ولا ماتيغ ديال الخيط بالنسبه للالوان ديالها فيها هاد الباج هذا فيها الموطار فيها الكحل وهاد المارون اللي لابسه هند من هند مع الكوتش رجاء الوغ رجاء لابسه هاد الموديل اللي ديال يسرى مود بوحدها ما عند حتى شي واحد في السوق هذا ديالنا ومصوبينو حنايا الوغ كما كتشوفوا الفوق ديالو كيجي ديال القطن شوفوا هانتوما البنات تعرفوا الماتيغ ماشي نيلون هادي راها قطن فيها هاد البوش هذا وبحال البوش بحال السروال السروال ديال الخيط انا كنحاول البنات نزومي لكم باش تشوفوا كيجي دغوا الوغ الثمن البنات 70 درهم لي طاي من الميديوم تاع الاكس ال والالوان كاين الابيض كاين نوار كاين الصفر كاين الكري وكاين الكوغاي كنقول لكم هذا الموديل حصري عند يسرى مود ما كاين عند حتى شي واحد اخر والثمن دائما 70 درهم الا قلتوا البنات على هاد الموديل هادو كانوا دايرين 80 درهم وهاد المره درت لكم 70 درهم لبسوا اراو ما تلبسوا البنات وتجيب 80 بعاوني تاخذها 80 تاخذها ب 70 وتشري 10 درهم ديال الطاكسي اش بغيت يسرى مود كتفوبا عليكم الوغ البنات كيف ما كتشوفوا هاد البيجامه هادي بالبوش ديالها بلي بوتون كل اوفيسي بحال الفوق بحال التحت بالنسبه لي طاي من الميديوم حتى الاكس ال او من سمونت الاكس ال والالوان فيها جوج ديال الالوان فيها هاد الغوز مرتديلا وفيها لورانج ثمن 70 درهم ها غير مسولديا وغنمشيو معاه انت هي لابسه هاد البيجامه بلي مونش كما كتشوفوا بصديفات الالوان شحال فيها الالوان فيها ثلاثه ديال الالوان فيها الغوز فيها المارون وفيها لورانج من السمول حتى الاكس ال وكانت 80 درنا لها 70 درهم ومن هند غنمشيو مع رجاء لابسه لنا هاد دومي مونش كيتي بالزقلي
الشعر مدلي كما كتشوفوا كتجي غزاله، شي حاجه صيفيه. وبالنسبه للالوان ديالها فيها جوج الالوان، فيها بلو مارين ارت غري وفيها الارت غري، وهذا الموف مغلوق لي طاي من سموحت الاكس ال 78 درهم. وكتشوفوا البنات هاد البيجاما اللي بالصيف حتى هي هادي كول في صراحه يسرا موديون تبرعات عليكم، درنا لها 70 درهم لي طاي من سموحت الاكس ال، والالوان كاين الكري كاين هاد الستيل هذا وكاين الكوغاي الثمن 70 درهم. ومشيو مع الكوتش رجاء لابسه البيجاما هادي بالبونطالون كور بلا بوند من التحت بلي بوتون كما كتشوفوا. بالنسبه للطاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، بالنسبه للالوان كاين الزرق كاين البيج وكاين الكوغاي. البنات كاين عده مفاجات، حاولوا انكم تبقاو معنا لاخر الفيديو وراء هاد لي موديل، غنوريكم واحد اللعيبه تشوعرين وغيعجبكم الحال. ها انتم ثاني البنات بالحق هادشي غادي نوض عليه، انا ميمكنش بريزونتيه وانا جالسه. انتم البنات توب ديال الجوهره قفيتنا تغزالين، شوفوا الخدمه كيفاش دايره كار دو مونش، كيجيو مطوالش بزاف وكيجيو هما هادوك فوالا. بالنسبه للطاي ستوندار ولكن جو بونس كيلبسو الال والاكس ال، والالوان ديالها غزال هاد اللون. كاين هاد الغوز موتا ديال لابس قلي كما كتشوفوا، كاين هاد الباج هذا وكاين الخضر ملكي. ثمن البنات 70 درهم، يلا تخيلوا دابا نتوما قفيطين متيول تلبسي تجلسي مع ضيافك ب 70 درهم، شي حاجه ما تلقايهاش البنات في السوق، كاينه غير عند يسرا مود باكا. الوغ البنات من المغرب غنمشيو مع هنوده لابسه القفاط عند العريسات تا هو غزال كما كتشوفوا بالطرز، تا هو جوهره كيكون بلي مونش. بالنسبه للالوان ديال ولكن ما دوش على السناده ديال ميكا، عاد مشي مع بليغه ولا شي سناديله. الوغ البنات بالنسبه للالوان ديالو كاين هاد الغوز هذا، كاين المارون بالبيج، كاين الفير او بلو مارين، وكاين الكري. فيه أربعة او خمسة ديال الالوان والثمن 70 درهم. غنمشيو مع رجاء حتى هي لابسه لنا هاد الجوهره هادي بلا دونتيل وبالحجيرات في لي مونش وفي الكول ستوندار. بالنسبه للالوان ديالو في هاد الفيغ اولي لابسه رجاء، فيه البلو مارين وفيه البيض او البلون كاسي. لاطاي ستوندار والثمن البنات 70 درهم، 70 درهم ما ثمن توب ما ثمن خياطه. وباقي عندنا شي موديلات غتشوفوهم البنات، وكاين عندنا حتى هاد قفيطنات هادو كما كتشوفوا. دائما البنات كلشي عندنا اليوم جوهره بالصفيفه بهاد هاد الحجيرات كما كتشوفوا هكا. بالنسبه لاطاي ستوندار وبالنسبه للالوان ديالهم هند، فيهم هاد القصبي هذا وفيهم البلو مارين اللي لابسه هند. ومن هند غنمشيو مع مريم، هادي حتى هي غزاله بصراحه كما كتشوفوا كار دو مونش جوهره. وبالنسبه للالوان فيها هاد اللون غوز بوتاديلا وفيها البوردو. اجي للرجاء لابسه ليا هادي حتى هي جوهره بالصقلي بالصفيفه، وهاد الصديفات على شكل وريده او عقدت على شكل وريده وصفيفه حتى في لي مونش. بالنسبه للالوان فيها هاد اللوين هذا هاد الخضر زويون، فيها هاد البوردو، مي هاد البوردو واحد الدقيقه فيها هاد العقده بالعقيقه من الوسط وفيها هاد القصيبي هذا. الثمن دائما البنات 70 درهم وما تهزيهم. مع اخر موديل ديال جوهره مع هند، الا شفتو غتقولوا سبقتو شفتو، ولكن لا هذيك جوهره جات فليوري من هنايا وجات سامبل، هذه لا بالصقلي هذه كما كتشوفوا، وفيها حتى هي الحجيرات هنا هاد البغيضات بحال هكا، وفيها غير هاد اللون هذا البنات، فيها غير هاد البيج هذا، فيها غير هاد اللون كيف ما كتشوفوا. ومن هند غنمشيو مع مريم لابسه لنا واحد قنديره غزاله كما كتشوفوا، وغنعاود نقول صاحبتي ويا وني بيك. الوغ البنات موديل خطير جدا، فيها دوبلور كما كتشوفوا
باش ما يبانش باش ما تبينش لان الفوقاني كيجي بالموسلين. اجي حبيبتي شوفوا الفوقاني كي داير بلا موسلين يعني كيبين. حاولوا انهم يديروا فيه هاد الدوبلور هذا باش ما يبينش من التحت بالصفيفه بالشوشه كتجي فراشه شي حاجه انيقه وغزاله. وبالنسبه للالوان ديالها كاين فيها هاد الشكل هذا او هاد اللون في هاد الشكل حتى هو في هاد الشكل وشكل اللي لابسه رجاء اللي لابسه مريم وانا غناخذو غدا غنلبسو اللي غتجي عندي نهار السبت غتلقاني لابساهم متبسم. اول موديلات ديال 8 البنات بيجامات شي حاجه غزاله وانيقه بالنسبه للناس اللي كيبغيو العيات اللي كيبغيو لي مونش. مشيو هاد المره مع مريم لابسه ليا هاد المونيكا اللي كتعجبني انايا موموكو بالبابيون كما كتشوفوا هنايا كتجي غي والسروال اوني بلا بوند من التحت كيفما كتشوفوا. ثمن 80 درهم والالوان كاين فيها الغوز فيها الكري فيها السيل ومن الميديوم حتى الدوبل اكس ال. وغنمشيو مع هند حتى هي لابسه البيجامه بلي مونش. ديما تنقول لكم هاد الكيك كل يبنعس على كيكه شي حاجه غزاله البنات لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال والالوان فيها الفيغ او فيها الكري وفيها الكوغاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. وغنمشيو مع رجاء لابسه هاد الموديل خطير البنات وانيق فيه هاد الشبكه كيف ما كتشوفوا في لي مونش توب ديال القطن لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال السروال لارج والالوان ديالها فيها البوردو بالكري فيها سميتو البلو مارين او بلو غوب بالكري فيها الغوز بالكري فيها ثلاث الوان بثمن 80 درهم البنات. عند يسرا مود سولدو لا مود بور تو الموند ثمن بيجامات دي جوج وثلاثة ماشي بس بيجامة. هاد المرة غامضة مع هند لابسة هالبيجامة بصديفات بلي مونش فيها هاد الجويب هذا هاد ديزاين اللي كاين هنا واللي كاين في لوكول هو اللي كاين في السروال كيجي دغوا لي طاي من السمول حتى الاكس ال 88 درهم والالوان كاين الكري بالكوغاي وكاين الكوغاي بالفيغ او. غنمشيو مع رجاء لابسه هاد البيجامه بلي مون شي حاجه غزاله في هاد لو كور هنايا في الجيم كيف ما كتشوفوا السروال كيجي دغوا والفوق غي بثلاث بوتون. بالنسبه للالوان اللي فيها فيها البلو مارين والسروال ديالها غري. يلا حتوا البنات راه حتى لي بوتون حتى هما بالغري شفتوا الو وفيها الغري لي بوتون بالروج انا قلت فوالا السروال بالروج لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال 88 درهم. ومن رجاء غنمشيو مع مريم لابسه بيجاما استرو بلي بوتون بحال الفوق بحال التحت سروال دغوا طاي من السمول حتى الاكس ال والالوان كاين بلو مارين بالبيض كاين روز موش ديالها بالبيض وكاين احمر او دم الغزال بالبيض البنات ثمن 80 درهم. هاد الموديل البنات كنا دايرين له 100 درهم واليوم درنا له 80 درهم ومع رجاء. تعالي يا حبيباتي هادي بيجاما دومي مانش بميكي ماوس بوش وبصديفات شي حاجه غزاله ومقبوطه من تحت البنات. حنا نوام كما عودناكم ملي كتكون البيجاما بس دابا كيكون سروال لارج مي هادي مقبوطه الالوان ديالها كتبدل فيها غير كيف ما كنت قلت لكم ديك المره غير هاد البي هادي كيتبدل فيها اللسان. الوغ كاين هاد الباج هادي كاين الغوز مرتديلا وكاينه هاد الزرق هذا وطبعا اللون نو باقي فوالا نادي اللي وها كاين الفيغ او وكاين الغوز لابسه رجاء ثمن 80 درهم البنات ماشي 100 درهم. وغنمشيو مع هند حتى هي لابسه هاد بيجاما سنوبي مقبوطه من اليدين مقبوطه حتى من الرجلين. بالنسبه للالوان البنات اللون ديال لابوند هي اللون اللي لابس الكسوه ديال سنوبي باش تعرفوا هذه بالبوردو كاين هذه بالكوغاي كما كتشوفوا انا غنوريكم حتى هو لابس الكوغاي فين هو ما فين هو غبر الو وكاينه بالزرق ها هو بالزرق
وكاينه بالفيغ او، ها هو بالفيغ او. الو فيها ربعه ديال الالوان، 88 درهم، ولي طيب من السمول حتى او من ميديوم حتى الدوبل اكس ال. وغادي نمشيو مع مريم لابسه البيجامه هادي بالقليبات، والسروال ديالها كما كتشوفوه ريي كيجي سامبل من التحت، لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. الالوان فيها الجري، فيها الغوز، وفيها البلو مارين. الثمن دائما 80 درهم. هادو اخر ثلاثه الموديلات ديال 80 درهم البنات. كاينه هاد الموديل هادي اللي لابسه مريم سنوبي ريي، هذا ما كانش ب 100 درهم لا الو كان في 100 درهم. دمي مونش درنا له 80 درهم. اللي كيتبدل فيه هو هاد البي هذا، والكتبه اللي كاينه هنا جو كوا الو هذا سفيل، هذا بالغري، وهذا بالبلو مارين. من سمول حتى الاكس ال 88 درهم. وغنمشيو مع رجاء لابسه هاد الميدي هادي اللي كتجي اسبرو غزاله كما كتشوفوا. لا ماتيير ديالها ديال الخيط كتجي طويله وانيقه من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. الالوان كاين هاد الفيغ اللي لابسه رجاء، كاين الغوز مرتديله، كاين الكري، وكاين هاد الغوج بريك، واخر لون هو البلو مارين. الثمن 80 درهم ومن ميديوم حتى الدوبل اكس ال. وغنمشيو مع هند لابسه لنا هاد البيجامه هادي بصديفات كيف ما كتشوفوا بالبوش، سروال لون واحد دغوا من السمول حتى الاكس ال. الالوان ديالو في ديجا هو اسبرو في البابيون بالكري، كاين الكري، كاين الغوز بالكري، وكاين السيال بالكري. معنا البنات ضيفة الفيديو ختين خولة. الوغ البنات عندنا اليوم هاد الجلابة اللي جد جد رائعة كيف ما كتشوفوا، بالصفيفة والخياطة ديال السنسلة، وبالنسبة للتوب ديال الخيط فيها نيفرتيتي وحدة مونيكا من اللور وجوج من القدام، وفيها حتى في لي مونش كار دو مونش. الوغ فيها نوار اللي لابسه مريم نوار والبيض، فوالا كاين هاد الفيغ او الفيغ كان لابسه رجاء، كاين هاد البلو غوا اللي لابسه هند، وراها طويله وفيها افتتاحات في الجناب، وكاين دم الغزال او الحمر اللي لابسه خوله. وتحيه الخوله وكنشكروها بزاف لان نورمال كانوا خمسه الالوان حاولنا اننا نلبسوهم ونوريوهم. ومعكم يسرا مود. بالنسبه للثمن البنات ماشي 250 ماشي 300 ماشي 230 ثمن 200 درهم. وبالنسبه لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. بالنسبه لي انا البنات ديجا كنلبس الدوبل، ولكن هذه المره الاكس ال كيف ما كتشوفوا جاتني مزيانه. الوغ اللي كتلبس الال تاخذ الام، وديما تهودي بالنمره بحال دابا انا كنلبس الدوبل اكس ال، خديت باردون خديت الاكس ال. شوف كيفاش جاتني، جاب ليا شي حاجه انيقه، والبنات كاملين خداو الميديوم. مرحبا بكم البنات، اللي عجبها شي لون سكرينيه ودي عليك خوا وتصيفطوا الارقام اللي كتشوف في الفيديو. كاين البنات هاد لي بارباتوز اللي كيجيو غزالين في اللبسه كما كتشوفوا بصديفات، وكيجيو متصولين، والثمن ديالهم حصري عند يسرا مود ب 100 درهم البنات. الوغ فيها هاد اللون اللي لابسه رجاء اللي هو الغوز مرتديلا، فيهم الكري والنوار اللي لابسه مريم، وفيهم البوردو اللي لابسه هند. الوغ البنات ثمن ماشي 150 ماشي 130 800 درهم، ثمن حصري عند يسرا مود، سولدو لا مود بور تو لو موند. شوف البنات هاد البيجامات ديال الخيط شي حاجه اللي رائعه، والثمن ديالهم 130 درهم. ومع مريم لابسه البيجامه ديالي كتجي غزاله، وتشوف ديالها ديال الخيط بالبوش كما كتشوفوا من السمول حتى الاكس ال، والالوان ديالها فيها هاد الكوغاي بالكري، فيها السيال بالغوز،
وفيها الحمر بالبلو مارين، ثمن 130 درهم البنات، لا ماتيغ ديال الخيط. ومن مريم غنمشيو مع هند، تاهي لابسة هاد البيجامة ريبس ديفات بالبوش، لا ماتيغ ديالها ديال الخيط، ثمن 130، من السمول حتى الإكس إل الألوان ديالها، فيها هاد لورونج اللي لابسة بالمارون اللي لابسة هند، فيها البوردو بالمارون، فيها الفيغ أو بالمارون. ثمن 130 درهم. غنمشيو مع رجاء، لابسة هاد البيجامة هادي كما كتشوفو غيي بلي فلوغ بالبيض والكحل، صديفات أو البوش. بالنسبة للألوان ديالها، كاين الغوز بالسيال، كاين الحمر بالبلو مارين، وكاين البلو مارين بالاحمر. ثمن 130 درهم، وغيطي من السمول حتى الاكس ال، ودائما في 130 درهم. وهاد المرة مدام نراجع لابسة لنا البيجامة ديال ساتان، شي حاجة رائعة البنات، عريسات نفيسات اللي بغات تفرح براسها علاش لا، بالبوش شي حاجة غزالة، وكتجي الحرير مستورة من اللور. بالنسبة لي طاي هادي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، والالوان ديالها في هاد الباج اللي لابسه رجاء، فيها الكوراي، فيها المارون، وفيها هاد السيال هذا. الوغ تمام 130 درهم، وطاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. ومن رجاء غنمشيو مع مريم، لابسه لنا يا اما كتعطيك كيري يا اما كتعطيك الكارو، حالفين عليك. بيجاما كارو بالبوش، لا ماتير ديال الخيط كما كتشوفوا، سروال دروا لي تاي من سمول حتى الاكس ال، والالوان فيها البلو مارين لابسه مريم، فيها السيل بدونت البلو مارين، فيها المارون، وفيها الغوز من سمول حتى الاكس ال، والثمن 130 درهم. غنمشيو مع هند حتى هي لابسه لنا البيجاما غيي، ودائما البنات في ماتيغ ديال الخيط بالبوش، صديفات غزالين كما كتشوفوا، لي طاي من السمول حتى الاكس ال، والالوان كاينه الغوز، كاينه الفيغ او، فيها بلو مارين بالغوج، وفيها طبعا هذا اللون اللي لابسه هند. ثمن 130 درهم، من السمول حتى الاكس ال. انا ما نسيتش العريسات والنفيسات عندهم هاد لي موديل، شي حاجه اللي زوينه. ومع رجاء لابسه هاد البيجامه هادي بصديفات بالحزام، بهاد الشبيكه وهذا دونتيل من الصدر، وحتى من ليمونش، فيها افتحات من الجناب بالبابيون، لا ماتيير ديال القطن 100% البنات. طيب من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، الالوان كاينه الكوغ لابسه رجاء، كاينه هاد الكري هادي، وكاينه الغوز مورتاديلا من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، وثمن 130 درهم. ومع مريم لبسنا البيجاما فلوري، لا ماتيير ديالها ديال الخيط بالبوش، وصديفات زوينين كما كتشوفوا. بالنسبه للطاي من السمول حتى الاكس ال، والالوان كاين هادو لابسه اللي لابسه مريم، كاين السيال، وكاين المارون. الوغ الثمن 130 درهم. وغنمشيو مع هند لابسه الكسيوه هادي بالبوش حتى هي، دير حاجه ديال القطن، شي حاجه غزاله، كتجي طويله لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، والالوان كاين الغوز بهذا الزرق هذا ماشي كري، وكاين السيال بالبلو مارين، وكاين الكري بالغوز، وهذا اخر موديل ديال 130 درهم. البنات انا حاولت ندير لكم 130 درهم هو الاول، لان فيه كان بزاف ما يتشاف، وعاود ترجعت ل 120 درهم فيها ثلاث الموديلات. وحاولت نلبس رجاء هذا الموديل لانه كرون طاي، واخا هو رجاء كبير، ولكن مسكينه قالت لي لا لبسوا باش يبان الناس، يعني اللي عندهم فورما يعني غلاضات شويه او غلاضات وبغاو يشوفوا بيجاما. الوغ كاينه البيجاما هذه كما كتشوفوا، ماتيير ديال الخيط وعريضه، راه ستوندار مي جي تي كرون طاي، اكس اكس ال دوبل حتى 3 اكس ال، فيها لي بوتون في الجناب كيف ما لي بوتون في الصدر، قلت لهم لي بوتون في الجناب وفلوري، وديال الخيط بلي مونش وبرده، والالوان ديالها انا غنوريهم لكم، فيها هاد الغوز بالفيغ،
فيها السيال بالمارون، فيها هاد لا كولور حتى هو، وفيها اللي لابسه رجاء الثمن 120 درهم وشي حاجه بارده وغزاله. غنمشيو مع مريم. هاد البيجامه هادي كما كتشوفوا بالسيوره او بكبيلات هنايا، ديال القطن 100% من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، والالوان ديالو فيه هذاك الموطر اللي لابسه، فيه الكري، فيه الفيولي، فيه الصفر، وفيه الكوغاي. 820 درهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. وكاين هذا الموديل هذا اللي لابسه هند، وهذا اخر موديل الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. ميني ماوس شاده الدرات ديالها، عوارض لا ماتير ديال الخيط، لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، والالوان ديالو كاين البيج اللي لابسه هند، كاين الصفر، كاين الموف انوي، وكاين الاحمر لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، 820 درهم. البنات كنتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويكون عجبكم، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. كنعاود نقول لكم لاول مره كتشوف قناه وسام وتشترك في قناه تفعل الجرس باش يوصلها الجديد، لي لايك الاراء ديالكم كتهمنا. كنشكركم بزاف على المتابعه، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.